نروح بقى على مانشستر يونايتد، وانا هقول بس مجرد العنوان واسيب لك انت التفاصيل. امبارح كل عشاق وكل جماهير وكل محبي المانشستر يونايتد على التايم لاين في كل وسائل التواصل الاجتماعي عاملين فرح بلدي بالمعنى الحرفي للكلمه يا حضرات، واليكم التفاصيل. بص يعني انت بتتكلم هنا عشان سولشاير طبعا. طبعا بص هو طبعا يعني دي نقطه مهمه جدا، وناس كتير زي ما احنا قلنا كانت منتظره ايه اللي هيحصل، طب وايه اللي جاي، ومش مهم برضو، هخليني اقول لك بقى لو انت هتاخد رايي، مش مهم مين اللي جاي على قد ما يكون في يعني قدر او قد القيمه الفنيه لتدريب. مش هقول هنا بقى مانشستر يونايتد، هقول رونالدو بصراحه. يعني الراجل بقاله كام ماتش في دوري ابطال اوروبا زي ما حضراتكم شايفين شايل يعني الليله وشايل مانشستر يونايتد معنى الكلمه يعني. ففي تخبط، لكن في تخبط من المدرب اللي هو سولشاير طبعا، فعلشان كده حصل تراجع، وعلشان كده حصل غضب من الجماهير، وعشان كده حصل القرار بإقالته. فهي امور يعني بتجيب بعضها زي ما بتقال. طيب